كان دكتور هشام بيتكلم ان الحكومه بتبدي الكثير من العمل في الفتره السابقه، طبعا مش بس في مجال الاستثمار وانما في كل المجالات الدوله بتسير بخطوط متوازيه نحو الانجاز. عندنا نقطه مهمه وهي المبادرات الرئاسيه لاكتشاف وعلاج حالات سوء التغذيه وطبعا متمثله في الانيميا والسمنه والتقزم. بتواصل عملها بين تلاميذ المدارس الابتدائية من أجل تحسين صحتهم وتوفير حياة أفضل ليهم تضمن خلوهم من الأمراض المعدية والمزمنة. توفر جميع الفحوص والتحاليل لهذه الأمراض وبالمجان. بتستهدف المبادرة توقيع الكشف الطبي على طلاب المرحلة الابتدائية في أكثر من 22 ألف مدرسة بجميع محافظات الجمهورية وتقديم الرعاية والمتابعة الصحية بالمجان لأي حالة هتتطلب ذلك. المزيد بينضم لي هاتفيا دكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد. برحب بحضرتك يا دكتور محمد. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور. الى اي مدى يمكن لمثل هذه المبادرات ان تساعد في الارتقاء بحياه اطفالنا؟ وطبعا زي ما حضرتك عارف العنوان العريض انه الوقايه خير من العلاج. من الواضح ان الدوله منذ تولي السيد الرئيس المسؤوليه ان النمط الصحي والنظام الصحي ابتدى يبقى فيه نوع من التحسن الموجه للمشاكل المتراكمه على مر العقود السابقه. احنا كان عندنا كل هذه المشاكل لكن ما كانش عندنا يعني شكل واضح ليها او معالجه او بحث فيها. احنا النهارده نبتدي نقدر نقول ان زادت المراكز الاوليه اللي بتقدم خدمات طب الأسرة إلى أكثر من 5000 مركز، 5500 مركز داخل 26 محافظة. العدد ده زاد بنسبة 100% في مدة زمنية قصيرة. ده اللي بيقدم التطعيمات والكشف المبكر وكل الإجراءات الطب الأسرة الأولي وطب المسنين وطب الفحص المبكر عن الأورام. بيقدم الطب كل ما هو الطب الوقائي، يعني كل ما هو طب وقائي وطب مجتمعي. شفنا المبادرات الموجهة 100 مليون صحة ومبادرات الكشف المبكر عن الأورام والقضاء على فيروس سي، وكان إشادة عالمية غير مسبوقة في هذا الأمر بالأداء المصري الحقيقة، وإعلان مصر خالية بالمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية خالية تماما من فيروس. ده شيء يجعلك فخور إنك مصري. هذه المبادرات الأخرى تلو المبادرة واحدة تلو الأخرى، الكشف المبكر عن الأورام، الأطفال كبار السن، التقزم، السمنة، النمو خلافه، ضعف السمع، أمراض القوقعة وكل والإبصار وخلافه اللي داخل في كل هذه المبادرات. ده شيء موجه للحلول السريعة إلى حين دخولنا في منظومة التأمين الصحي دي هتشمل كل هذا الأمر. أنت عندك حلول سريعة موجهة للقضاء على المشاكل المتراكمة. شفنا القضاء أيضا على قوائم الانتظار. كل اللي احنا بنشوفه ده في اللي هيتم في 22 ألف مدرسة أو مسح، مصر نقدر نقول قادرة على هذا الإجراء. مصر فعلا في نهضة وتنمية شاملة في كافة القطاعات، اللي أنا شايف منهم القطاع الصحي ده هو أهم ما يمس المواطن طبعا، واللي احنا شايفينه ده يجعلك فخور تماما إنك مصري. اللي احنا بنشوفه ده شيء مش سهل، ونهضة وتنمية في كافة القطاعات غير مسبوقة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد، كنت معي هاتفيا من القاهرة.